في قرية صغيرة من سيا، انطلق شاب يدعى عبود في رحلة غير متوقعة. تلقى رسالة غامضة حول ميراث الضخم في قصر مهيب متهالك. واجه عبود تحديات جمة، من رسائل مبهمة إلى مواجهات شرسة. اكتشف حلفاء مثل حارس حكيم وفتاة شابة تدعى ليلى. معا كشفوا أسرار القصر وكشفوا الطبيعة الحقيقية للميراث. بعزيمة لا تزعزع، استعد عبود للمرحلة الأخيرة من رحلته. بينما تعمق عبود في تاريخ القصر، اكتشف أن هذا المكان يحمل أكثر من مجرد جدران قديمة وأثاث عتيق. كان هناك تاريخ طويل ومعقد مخفي بين صفحات الكتب القديمة والوثائق المتربكة. عثر على وثائق تكشف أسرار أسلافه. كانت هذه الوثائق تحتوي على معلومات لم يكن يعرفها أحد من قبل، تفاصيل عن حياة أجداده وأسرارهم التي دفنت مع الزمن. في إحدى الليالي وجد صندوقا قديما يحتوي على خريطة تؤدي إلى كنز سري. كانت الخريطة مرسومة بدقة وتظهر مسارات ومواقع لم يكن يعرفها أحد. شارك عبود اكتشافاته مع ليلى والحارس، متحمسا لكنه حذر. كانوا يعلمون أن هذه المعلومات قد تغير حياتهم، ولكنها قد تجلب أيضا مخاطر غير متوقعة. قاموا بفك رموز الخريطة، مما أدى بهم عبر ممرات خفية محفوفة بالمخاطر. كانت هذه الممرات مليئة بالفخاخ والتحديات التي تتطلب شجاعة وذكاء لعبورها. وأخيرا كشفوا عن قبو مخفي مليء بكنوز هائلة ووثيقة تكشف الطبيعة الحقيقية للميراث. كانت الكنوز تتضمن ذهبا وجواهر، ولكن الأهم كانت الوثائق التي تروي قصة العائلة الحقيقية. أدرك عبود أن رحلته كانت تدور حول حماية سر قوي وليس مجرد ثروة. كان السر يتعلق بقوة قديمة يمكن أن تغير مجرى التاريخ، وكان عليه أن يقرر كيف سيستخدم هذه المعرفة. مع انتشار خبر اكتشافات عبود، اقترب منه أعداؤه. كانوا يخططون في الظلام، يتآمرون على كيفية الاستيلاء على ما اكتشفه. كانت الهمسات تتردد في الأرجاء، والظلال تتحرك بخفة نحو القصر. اقتحم المرتزقة القصر بهدف الاستيلاء على الكنز. كانوا مدربين جيدا، يعرفون كل زاوية وكل ممر في القصر. تسللوا بخفة، مستعدين لمواجهة أي عقبة تعترض طريقهم. على الرغم من تفوقهم العددي، صمد عبود مستخدما أفخاخ القصر لصالحه. كان قد أعد القصر بكل حذر، واضعا الفخاخ في كل مكان. عندما اقترب المرتزقة، بدأت الفخاخ في العمل، مما أربكهم وأعطاهم عبود الفرصة للرد. أدى تفكير ليلى السريع وعزيمة الحارس إلى تغيير مجرى الأمور. كانت ليلى تعرف القصر جيدا، واستطاعت أن تضع خطة محكمة لمواجهة المرتزقة. تعاونت مع الحارس واستطاعوا معا أن يغيروا مجرى المعركة لصالحهم. في خضم المعركة واجه عبود قائد المرتزقة. كان القائد قويا ومهاريا، لكن عبود لم يكن أقل منه. كانت المواجهة بينهما حاسمة، وكل منهما يعرف أن النتيجة ستحدد مصير الكنز. واستند عبود إلى قوته وتدريبه، واشتبك في قتال شرس. كانت الضربات تتوالى، وكل منهما يحاول أن يتفوق على الآخر. كان القتال عنيفا، لكن عبود لم يستسلم. بضربة أخيرة حاسمة هزم القائد. كانت الضربة قوية ودقيقة، مما أدى إلى سقوط القائد. شعر عبود بالنصر، لكنه كان يعلم أن هذا ليس نهاية المطاف. أثبت النصر جدارة عبود بحماية ميراثه. كان النصر مستحقا، وأثبت عبود أنه قادر على حماية ما يخصه. كان القصر الآن آمنا، لكن عبود كان يعلم أن هناك المزيد من التحديات تنتظره. ومع ذلك كان يعلم أن هناك المزيد من التحديات تنتظره. كان المستقبل مليئا بالمخاطر، لكن عبود كان مستعدا لمواجهتها. كان يعرف أن رحلته لم تنته بعد، وأنه يجب أن يكون دائما على استعداد لما هو قادم. على الرغم من انتصاره، كان عبود يعاني من الشكوك والمخاوف، جعله ثقل مسؤولياته والخطر المستمر عرضة للخطر. ذكرته ليلى بتقدمه وقوته. شارك الحارس قصصا عن أسلاف عبود، مما ألهمه. بعزيمة متجددة، صمم عبود على مواجهة مخاوفه. كان يعلم أن الرحلة المقبلة ستكون خطيرة،
لكنه لم يعد وحيداً. جعلته دعم ليلى والحارس أقوى. كان عبود أكثر تصميماً من أي وقت مضى لحماية إرث عائلته. بينما عزز عبود عزيمته، ظهر تهديد جديد. كان يعلم أن التحدي القادم سيكون الأصعب في حياته. سعى الظل سيد الخداع للحصول على الميراث. كان الظل معروفاً بمكره ودهائه، ولم يكن يتوقف عند أي شيء لتحقيق أهدافه. قام أتباع الظل بتخريب دفاعات القصر ونشر الفتنة. كانوا يعملون في الظلام، يزرعون الفوضى في كل زاوية. تصدى عبود وحلفاؤه للهجمات، وأصلحوا الدفاعات وكشفوا الجواسيس. كانوا يعملون بلا كلل، متحدين في وجه الخطر. تسلل الظل إلى القصر، مما أدى إلى مواجهة حتمية. كان عبود مستعداً لهذه اللحظة، يعلم أن المواجهة ستكون حاسمة. كانت المعركة شديدة، لكن مثابرة عبود منحته القوة. كان القتال عنيفاً، وكل ضربة كانت تحمل وزناً كبيراً من التحدي. في لحظة ذروة، قام عبود بنزع سلاح الظل. كانت لحظة حاسمة، حيث أظهر عبود شجاعته وقوته. كشف الظل أنه قريب بعيد، يسعى أيضاً للحصول على الميراث. كانت هذه المفاجأة صادمة، حيث لم يكن عبود يتوقع أن يكون عدوه من دمه. بضربة أخيرة، أمن عبود إرث عائلته. كان هذا الانتصار تتويجاً لجهوده وشجاعته، وأثبت أنه يستحق الميراث. انتشرت سمعة عبود كحامي، مما حشد القرويين لقضيته. من بينهم، وجد حلفاء جدد يتمتعون بمهارات فريدة. قام حسن، وهو حداد، بتعزيز دفاعات القصر. ساعدت أمل، وهي باحثة، في الكشف عن المزيد من تاريخ عائلة عبود. عززت جهودهم المشتركة القصر وكنوزه. عزز الشعور بالصداقة من عزيمتهم. كان عبود يعلم أن الرحلة لم تنتهي بعد، لكنه شعر بأنه أكثر استعداداً. معاً، سيحمون القصر وأسراره. اكتشفت أمل مخطوطة قديمة تلمح إلى سر أعمق. تحدثت عن غرفة مخفية تحتوي على قطعة أثرية قوية. شرع عبود وحلفاؤه في مهمة للعثور على الغرفة. انتقلوا عبر ممرات القصر وتغلبوا على الفخاخ. وأخيراً، اكتشفوا مدخل الغرفة المخفية. في المنتصف، وقفت قطعة أثرية متوهجة، القلب الحقيقي للميراث. يمكن لقوة القطعة الأثرية أن تجلب الرخاء أو الدمار. أدرك عبود الحجم الحقيقي لإرث عائلته. سعى الظلام، سيد السحر الأسود، للحصول على القطعة الأثرية. بدأت المواجهة النهائية بهجوم شامل على القصر. واجه عبود الظلام في مبارزة حاسمة. كان سحر الظلام الأسود هائلاً، لكن عبود استمد قوته من أسلافه. أدرك عبود أن مفتاح هزيمة الظلام يكمن في القطعة الأثرية. قام عبود بتوجيه طاقتها، وأطلق دفعة قوية من الضوء. بضربة أخيرة، هزم عبود الظلام. أمن النصر القطعة الأثرية وإرث عائلة عبود. أثبت عبود جدارته بالميراث. مع هزيمة الظلام، واجه عبود قراراً حاسماً. يمكن لقوة القطعة الأثرية أن تجلب الخير أو الشر. جمع عبود حلفاؤه لمناقشة مستقبل الميراث. اقترحوا تشكيل نظام سري لحماية القطعة الأثرية. سيعمل القصر كقاعدة عملياتهم. كان قرار عبود بمثابة فصل جديد في رحلته. لقد قبل مسؤولية الميراث. يرمز النظام السري إلى التزامه بإرث عائلته. بينما بدا أن السلام قد تحقق أخيراً، هزت نهاية غير متوقعة عبود وحلفائه حتى النخاع. وصلت رسالة إلى القصر، تحمل ختم قريب بعيد لم يسمعوا به من قبل.